ازيك يا سعيد؟ ازيك يا فندم؟ بكهش قوي. ها قولي، لقيت سكن معقول؟ الحمد لله. لقيت شقه فروكسي ب 20 جنيه في الشهر وفي شارع اسمه الاستحضار. بس دي تبقى تعبانه قوي. مش قوي يعني، وبعدين لغايه الملاهي الاحسن. سعيد، مبدئيا انا هقول لك انا عاوز منك ايه بالظبط. تحت امر سيادتك. في شقه في مصر الجديده انا اخدتها عشان تكون مقر الشركه. عاوزك تكون مسؤول عن تشطيبها وعمل الديكورات. ايوه يا فندم، بس عدم المؤاخذه يعني انا لا مهندس معماري ولا انشائي ولا حتى افهم في الديكور. لا لا، انا عارف كده كويس قوي. وبعدين الشقه واخدها مهندس مقاول ومعاه مهندسين في كل التخصصات. طب لما الحكايه كده يا فندم انا هعمل ايه بالظبط؟ هتكون بالنيابه عني. انت عارف انا ما عنديش وقت خالص عشان اتابع واستعجل واقول ده وده لا. الحاجات المفروض كنت اعملها انت هتعملها. الثقه افتخر بيها سياده اللواء. واي شغلانه تشتغلها فيها خبره ليك. اكيد ساعتك. تشرب حاجه يا فندم؟ شاي. ماشي يا فندم. سعيد، انا بجهزك لمستقبل عظيم جدا، وكل ده عشان كفاءتك طبعا، وعاوزك تكون قد المسؤوليه ان شاء الله. لكن الاول في حاجه مهمه. اتفضل يا سياده اللواء. من غير اي حساسيه. طبعا. ابوك ماله؟ ابويا لازم يهاجر، لازم يسيب بلدكم والمركز كله والمحافظه كلها. ودي على كده بقى هجره ولا نفي يا سياده اللواء؟ نفي ليه ولا اعوذ بالله، ابوك راجل طيب وفي حاله، بس حسب المعلومات اللي وصلتني ودي معلومات مؤكده طبعا، ان ابوك زي ما تقول كده ما صدق. عشان حته الارض والبيت اللي اشتراه حضرتك عارف طبعا. انا عارف طبعا، من حقه يشتري اراضي وبيوت وكل اللي نفسه فيه، لكن الظاهر عارف لما اخذ المثل اللي بيقول شبع بعد جوع، وانت عارف طبع الفلاحين وعادتهم. مفهوم يا سياده اللواء، حضرتك عندك حق. انا عارف انه طلب صعب جدا، لكن له علاقه بمستقبلك. ازاي يعني؟ من خلال قرارك انت وابوك هعرف مدى اخلاصك ليا. لا، اذا كان على الاخلاص فبعد اللي سيادتك عملته معانا بقى فرض علينا. وبعدين ابوك كان له اصلا ايه في بلدكم عشان يعيش فيها؟ تلزمه بلد تانية ما تعرفش عنه حاجة، لما يخشها كبير ومحترم ويكبر فيها زي ما هو عاوز محدش هيقول له اللي كنت وكنت. وأكيد أنت عايز والدك يبقى كبير وله قيمة. ده حقيقي حقيقي يا سيادة اللواء، لكن سعادتك بقى تقترح إنه يسافر فين؟ بلد كبيرة يدوب الماضي بتاعه وزحمتها، يا بلد بعيدة خالص، وكل ده عشان سلامتك ومصلحتك ومستقبلك. تصوروا صورة حلوة مع بعض انتوا الاثنين، مش كده؟ يا ريت. تحت امرك. تحت امرك. الله اكبر، حلوة قوي. ناخد بقى واحدة كمان احتياطي عشان ايه؟ لو الأولانية مش حلوة ولا أيوة، تصغيره بقى. اعمل أنت بقى أي حاجة كده، اعمل ها؟ وأنت شاور على الأسد، شاور على الأسد. يلا. ثانية واحدة. أهو جاهزين أهو، يلا. ولا اقول لك روحي افتح انت عشان يكون الفحل بتاعك، ويصير اشتري لك مقص
ووصلك لسانك ده اللي عايز قطعه. روحي بس. يوه، هو الشهر لحق يخلص ولا الحكومه غيرت النظام وعايزه تقرا العداد كل اسبوع؟ لا ما انا مش جاي عشان الكهرباء. ده كشاف النور يا تغريد. وانا اعمله ايه يعني كشاف النور؟ ما تشوفيه عاوز ايه؟ طب يا اخويا طالما انت مش جاي عشان الكهرباء نسالك ونقول لك اي خدمه؟ والله انا كنت عاوز عم ربيع بس ظهر كده اللي انا جيت في وقت مش مناسب. هو هيكون موجود امتى؟ اهو زمان نزل من فوق دلوقتي. طيب خلاص هروح ناخد كام قرايه كده على ما يكون نزل براحته. لا لا لا، وعلى ايه؟ اتفضل ادخل استناه جوه، هتفضل رايح جاي. ما انتوا بتدخلوا بيوت الناس كلها. اتفضل. يو مالك متخشب كده ليه يا راجل؟ اتفضل. يا ساتر. تغريد تعالي قعدي الاستاذ على بال ما انت خبر لابوكي. قعد الاستاذ ازاي يعني؟ اتفضل. متشكر. سامحنا يعني عشان انت جيت لنا واحنا بنعجن ونغسل وكده، فالهدوم اللي علينا دي يعني هدوم الشغل. لا اعتبريني مش موجود خالص. اتفضلي حضرتك كملي شغلك. هو انت عايز ابويا في ايه؟ ومستعجله ليه؟ زمان عم ربيع نازل دلوقتي وهتعرفي انا عايزه ليه. ايه ده، انت مفكر انا بسالك بجد ولا ايه؟ على فكره انا بتكلم معاك على سبيل المجامله كده بدل ما انت واقف عامل زي شويه دقيق. متشكر. اهلا وسهلا يا احمد افندم. اعملي شاي بسرعه يا تغريد. نوره تعمل يابا، ايدي مش فاضيه. ولا نوره ولا تغريد يا عم ربيع، انا مش عاوز شاي من اصله، ده غير اني مستعجل. خلاص يابا خليه على راحته. اتفضل يا ابني، اتفضل اتفضل. يا اهلا وسهلا. خير يا ابني؟ انا جيت ابشرك ان اللص عطيه ادريس وافق الحمد لله. والله كتر خيره. يا ترى شروطه ايه؟ ما هو مش معقول يوافق بالساهل كده. الحقيقه هو راجل طيب قوي، يعني هو كان قلقان شويه في الاول بس انا اقنعته وفهمته ان الموضوع مش هيكون فيه ضرر دي خالص، فقال لي على بركه الله. وطلباته ايه؟ انت هتدفع الكهرباء كلها. كهربتي وكهربته؟ انت عارف يعني يا عم ربيع الراجل استهلاكه ضعيف قوي، يعني هو شغله كله بيكون بالنهار على نور ربنا، وبعدين هو ما عندوش سحب غير راديو ولمبه 100 واط بينورها لما الدكان بيعتب قبل المغرب. ماشي، اشاور عاطف ابني في المساله دي، هي مطلوبه برضه. ايه رايكم يا بنات؟ راينا في ايه يابا؟ هو احنا عارفين اصل الحكايه؟ عاوزين ننور العربيه بالكهرباء. الله ونبي، فكره حلوه. واستاذ احمد بقى هو اللي شار عليك بالفكره دي؟ ايوه، جدع طيب وابن حلال وحل مشكله العداد كمان. ايه رايك يا تغريد؟ بس دي شغلنا على فكره يابا، ازاي العربيه هتنور بالكهرباء يعني؟ لا مفيش اسهل من كده. عندنا في الشغل عيال كهربائيه بيعدلوا على المهندسين والمهندسين بيسمعوا منهم. هجيب واحد يهندس العربيه وهيخليها لنا عروسه. على خيره الله. لكن التكاليف؟ التكاليف ايه بالظبط يا عم ربيع؟ العمليه برضه لازمها كهربائي، فيش وسلوك ولومض واجره الكهربائي. يا عم ربيع الموضوع كله يعني مش مستاهل 50 60 جنيه بالكتير قوي. 50 60 جنيه ربك يدبرها. وانت بارس يا استاذ، مش واجب برضك تحط نفسك جوه الحسبه وتقول اتعبك كام؟ معلش عيله يا سي احمد ومش عارفه توزن كلامها. ما حصلش حاجه يا عم ربيع، بس لازم تعرفي يا انسه ان ابوكي راجل طيب ويستاهل ان اي حد يخدمه. لما تنوي يا عم ربيع انا تحت امرك. السلام عليكم. ثلاثة بالله العظيم، ما انت قايم من بيتي وانت واخد على خاطرك. أنا ربيتك على كده يا إبليس يا معصوفة الرقبة.